مشاهدينا نبقى في الفن وعن قصة أخرى عن فنان من مدينة تبوك هو باشر الخمعلي، موهوب بالرسم يحظى بشعبية في الأوساط الفنية بسبب طريقة رسمه المبتكرة. هالشاب الخمعلي هذا طبعا يستطيع أنه يرسم باستخدام جميع أطرافه، ما شاء الله عليه، رسم بفمه ورسم بدينه، طبعا اليدين عادي بس يرسم باليدين الثنتين في نفس الوقت، ورسم برجلينه. أنا يا خوفي بكرة ولا بعد يرسم بشعره، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. كذلك لديه مواهب ملفتة حتى في طريقة رسمه لتفاصيل التفاصيل، ما بدنا نكثر عليكم الحكي، خلونا نتعرف عليها مع زميلنا أكيد منصور المسهم نتابع. في هذا المرسم يقضي الشاب باشر الخمعلي أغلب وقته ماسكا مرسمه وفرشاته بيده لينثر إبداعه على هذه اللوحات برسم الشخصيات بأسلوب البوب آرت في عالم الرسم. 10 دقائق أو أقل هو وقت إنجاز الخمعلي لأي رسمة فنية يبدأ بها. أولاً الحمد لله كانت بدايتي تقريباً من صف ثاني ابتدائي، نميت موهبتي طبعاً أتابع شروحات على اليوتيوب، مع كان عندي فنان معين عشان ما أنتهج أسلوبه كنت أنوع في الأساليب، كنت أشوف أي فنان يعجبني أسلوبه أقلده بس ما أنتهج أسلوبه، طبعاً غيرت في أساليب كثيرة، بديت من الرصاص، طبعاً ما كان في الزمن اللي أنا بديت فيه ما كان فيه إلا الرصاص تقريباً، ما كانت متوفرة المعدات عندنا، بعدها الفحم، بعدها اتجهت للبوب آرت، والحمد لله بدأت في البوب آرت لحد ما وصلت اللي أنا فيه. طبعاً التأثير ما تأثرت في أحد نهائياً، حرصت أني أكون أنا مؤثر وأخلق أسلوب جديد طبعاً بما فيها الاهتمام بنقل رسالة من خلال الدعم لمحاربين السرطان لتخفيف معاناتهم. تجاوز الخمعلي في موهبته الرسم بذاته ليبدع في طريقة تنفيذه وأدائه. هنا يستطيع الخمعلي أن يرسم في جميع أطرافه، في يده ورجليه وحتى فمه، ويرسم في نفس الوقت أكثر من شخصية في كل طرف يرسم به. موهبة من الله أن عندي التحكم في الفصل الأيمن والفصل الأيسر وفي وقت واحد، يعني التوافق بين الحس العصبي والبصري، أرسم في يديني الثنتين في وقت واحد لشخصيتين مختلفة تقريبا بسرعة فائقة، أرسم بجميع أطرافي في الأرجل الله يكرمكم، وبالإضافة للفم أرسم بالفم. طبعا في رسمات عندي تجارب أرسم وأنا رابط عيوني، طبعا جربتها مرة أو مرتين تقريبا، وأرسم من خل والستاند خلفي، يعني اللوحة خلفي وأرسم أنا الشخصية. في رسمات كثيرة، في أساليب جديدة أنا جالس أشتغل عليها بإذن الله أني راح أتمكن منها. تطوير الموهبة وإضافة الجديد عليها هو ما يميز رسومات الخمعلي التي دائما ما يبهر بها كل من يشاهد رسوماته التي تصل لحد الإبداع في الرسم والتنفيذ. MBC منصور المزهم تبوك. طبعا يعطيك ألف عافية للرسمة وختامها مسك أكيد رسمنا أنا وعلي. طبعا ألف شكر، يعطيك العافية، بس يطلع الطبع اللي لازم ينتقد، إيش معنى أنت جولد وأنا؟ أيوة أنا أحب الجولد، أنا مكلمة اتصال بصديق. لا لا بالعكس.